سعيد جدا بهذا التتويج اليوم اول قبل هديناه لينا اولا وفريق الثوره. نشكر اللاعبين على الاداء البطولي اللي داروه. على كل حال صراحه بدنيا شفنا بلي ما كناش جاهزين باش نلعبوا مقابله هذا النوع، ولكن نعاودها ونقولها سي اول مره تتويج تاع شبيبه الثوره هذا يدخل في التاريخ الفريق، ومشكورين كثير اللاعبين تاعي. مبروك علينا الفوز هذا، وان شاء الله ما يكونش الاخير. كما شفتوا كانت مباراه الند الند. انا اشكر فريق بومرداس على المستوى اللي راهو سنه بعد سنه راهو يتطور. ان شاء الله يكملوا هكذا باش يرفعوا مستوى كره اليد النسويه ان شاء الله.